أكيد إن شاء الله. فأبونيم عايز أنتقل معاك لأسطورة التنس رافائيل نادال. لما يعلن إن هو خلاص أرهقته الإصابات وقرر الاعتزال، يعني خبر جه صدمة، ولكن ممكن نقول إن هو كان متوقع. هو كان متوقع بالنسبه لي هبه، لكن اللي احزنني في الخبر ان نادال، انا بصراحه على المستوى الشخصي انا حبيت التنس الخير رافائيل نادال بشكل واضح، يعني اسطوره، ثاني اكثر لاعب حقق بطولات جراند سلام ب 22 لقب خلف المتصدر في الترتيب نوفاك ديجوفيتش ب 24، ووراهم على طول روجيه فيدر ب 20 لقب. يمكن احنا عشنا حقبه تاريخيه، حقبه هذا الثلاثي فيدرر نادال ديجوفيتش. فيدرر اعتزل خلاص، نادال اعتزل الشهر اللي وكتب فات له بعد ما امبارح كسب. بوست، وكريستيانو رونالدو كتب له بوست، ومبابي كل كتب له الاساطير، بوست. كل الاساطير هي بالحقيقه. هو نادال يستحق، واحد من اعظم، مش عايز اقول اعظم بس اللاعبين في تاريخ التنس، من اعظم الرياضيين بشكل عام. نادي ريال مدريد واعتقد كتب له بوست. لا، هو معروف انه مشجع لمدريد، يعني ده امر مفروغ منه، لكن بالفعل هو اسطوره، يعني فعلا دول الاساطير في تاريخ التنس. 22 لقب عالمي كبير على مستوى جراند التنس سلام العالمي بالظبط، طبعا، بالظبط على مستوى الجراند سلام، ورغم غير البطولات في الإصابات هو مصر. كان مصر ان هو يرجع، لكن للأسف يعني اوقات بيكون حكم الجسد اقوى من رغبات بالظبط اللاعب. بالظبط بالظبط يا لكن انا صديقي، عايز اقول برضو ان هو اصر ان هو يكمل المسيرة، عمل بالنسبة له هو من فترة ابتداها الأكاديمية بتاعت رافائيل نادال. نادال التنس بالظبط يا هبه بالظبط. لا نادال انا اعتقد ان هو هيكون موجود في رياضه التنس بشكل او اخر بعد الاعتزال، عكس فيدر. يعني فيدر المتواري انظار في رياضه التنس، اعتقد نادال بشخصيته وبرؤيته اعتقد لا، هيبقى ليه استمراريه في التنس حتى بعد اعتزاله طب الاعتزال. غنيم سريعا كده، تعليقات سريعة. تشيزني ورجوعه من الاعتزال بعد إصابة تريشتيجن وانتقاله من نادي ان هو يروح برشلونة في صفقة حرة، وتصريحاته برضو نارية شوية، يقول لك ما حدش له دعوة بعلاقاتي وخصالي الشخصية، ليكوا دعوة بالملعب بس. شايف الموضوع ده ازاي؟ يعني أثار جدل. تشيزني معروف من زمان، من ايام ارسنال حتى مش يوفنتوس، ان هو كان بيدخن السجاير. وفيما يخص قصه عودته من الاعتزال، هو ما بعدش كتير، يعني هو يعني كان اعتزاله لما ما لقاش عرض مناسب في الصيف الماضي بعد فسخ عقده مع يوفنتوس، هو ما بعدش كتير قوي عن الملعب. اعتقد ان عودته للملاعب ممكن تكون في شهر 11 او اخر 10، يعني عودته مش تبقى بعيده، وممكن يستفيد منه برشلونه، لان برشلونه بالفعل كان عنده ازمه كبيره في حراسه المرمى، حلها بحارس مثل تشيزني عنده برضه خبرات كبيره سواء مع منتخب بولندا او مع الانديه اللي لعب ليها. طيب، عايزة منك تعقيب سريع على الخلاف على شعار أكبر قلعة رياضية. هل لنا اللي احنا بدل ما نختلف على الموضوع ده ان احنا نفخر بقلاعنا الرياضية يا غنيم؟ هل انت بتتفق معايا في الرأي ده؟ طبعا طبعا 100% متفق معاكي تماما يا حتى هبه. لا هو انا نغذي روح التعصب. بالظبط، انا يعني الحقيقه توقيت الظهور الكلام، رغم ان الحمد لله العلاقات اصبحت جيده بين مجلسي اداره الاهلي والزمالك، فلا يعني التوقيت كان غريب بعض الشيء يعني ده، فاتمنى ان يتم استغاثه عندها قليلا، خاصه ان احنا بعد ايام قليله عندنا محفل مهم جدا وكاس السوبر المصري في دوله الامارات العربيه الشقيقه، فنتمنى ان شاء الله يتم، يعني ان واضح الموضوع بدا يزيد والتوم بدا يعلى قوي هيبقى الفتره الاخيره فيما يخص القصه دي وقناه النادي ده وقناه نعود النادي ده نعود ان كمان. شاء الله للروح الرياضيه. بشكرك شكرا جزيلا غنيم. كل اللي عندنا قلاع رياضيه كبيره يا جماعه، واحنا بنفخر بيهم، نفخر بالرياضه المصريه. محتاجين بقى ان كل نادي كده يركز ويبص في ورقاته زي ما بنقول كده، ويحاول ان هو يكثر من حصيلته في البطولات. هو ده اللي مطلوب مننا، حتى يسعد جماهيره، حتى يضيف الى تاريخه. بس كده خلاص الموضوع سهل، واسهل من الشحن الجماهيري والمكايده الجماهيريه اللي احنا بنشوفها، يعني ربما تكون مطلوبه اللي هي التحفيل يعني بالعربي كده، ولكن في حدود.